الجزء اللي هنتكلم فيه دلوقتي هي أسئلة السيتواسيون أو المواقف، في طبعا الدرس الثالث للوحدة الثالثة. عندنا السؤال بيقول choisis les deux réponses correctes، اختار الإجابتين الصحيحتين dans les situations suivantes، في المواقف الآتية. أول سؤال بيقول tu demandes à ton copain، بتسأل زميلك أو صديقك ce qu'il fait au CDI، إيه اللي بيعمله في CDI. طبعا CDI اللي هو مركز الوسائط المتعددة أو مركز الوسائط والمعلومات. il dit، هو هيقول je prends mon déjeuner، طبعا لأ، لأن je prends mon déjeuner يعني أنا باخد الغداء، فأكيد أنا ما بتغداش في CDI. j'écoute des CD، دي كده أول إجابة صحيحة عندنا، إن أنا بسمع CD CDs. je fais du sport، بلعب رياضة، أكيد لأ، ما بنلعبش الرياضة في CDI، بنلعبها في الجيمناس. je vais au CDI، أنا رايح CDI. طبعا دي مش إجابة مناسبة، لأن هو بيسأل إيه اللي بتعمله، فأنا عايزة حاجات من الأكتيفيتي اللي بتتعمل في CDI. Je traduis un texte، أنا بترجم نص، فدي تاني إجابة صحيحة. تاني سؤال عندنا tu demandes à ton copain، بتسأل صديقك qu'est-ce que c'est، ما هذا؟ خلوا بالكم qu'est-ce que c'est للسؤال عن شيء غير عاقل. il dit، هو بيقول، صديقك بيقول voilà une corbeille à papier، دي ها هي voilà une corbeille de papier، طبعا اللي هو الباسكت، ودي أول إجابة هتكون صح عندنا، لأن طبعا كوربية بابيه ده شيء. إلي ما بخاف، إلي ما بخاف يعني هي بتكون مدرستي، أكيد لأ، لأن كاسكو سي بسأل بيه عن غير عاقل. سي أن أتلاس، ده أطلس، فدي تاني إجابة صحيحة. طبعا أطلس اللي هو كتاب الخرايط. سي مون كاميراد، ما تنفعش، لأن كاميراد يعني صديق، وأنا هنا بسأل عن غير عاقل. واسي مون كوبان دو كلاس، ها هو صديقي من الفصل أو زميلي في الفصل، برضو ما تنفعش لأنه عاقل. افتكروا ان احنا في الترم الاولاني كنا علشان نعرف حاجة بنستخدم سي، وبنستخدم كمان فوالا او فواسي، فمش لازم عشان السؤال عندي كيسكو سي تكون الاجابة دايما اولها سي، ممكن يكون اولها برضو فوالا، ممكن يكون اولها فواسي، ممكن اقول very simple الاجابة بتاعتي على طول. السؤال اللي بعده tu t'informes sur les objets dans le CDI. tu t'informes، انت بتستعلم، اذا انت بتسأل على الاشياء اللي في CDI اللي في مركز الوسائط. tu dis، بتقول qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée، اكيد لا، لان هنا انا بسأل ايه اللي موجود في المدرسة. ولا il y a des dictionnaires des romans et des DVD، برضو هتكون اجابة غلط، لان هنا بيقول يوجد قواميس وروايات وDVDs، هو هنا مش عايز اقول الاجابة، هو عايزني انا اقول السؤال. il y a quoi dans le CDI، ايه اللي موجود في CDI، دي اول اجابة صح. il y a un self et un train de sport، في مطعم مدرسي وملعب رياضي، طبعا ملهاش علاقة. وكيس كليا او CDI، ماذا يوجد في CDI، دي تاني اجابة صحيحة. السؤال اللي بعده tu demandes à ton ami، بتسأل صديقك ce qu'il utilise pour traduire des textes، اللي بيستخدمه علشان يترجم النصوص. il dit، هو بيقول، ايه الحاجة اللي هيستخدمها عشان يترجم. il faut un dico، طبعا il faut un dico، دي اول اجابة صحيحة، لان dico هو اختصار كلمة dictionnaire. ولا pour traduire des textes je vais au CDI، علشان أترجم النصوص بروح CDI. طبعا دي مش إجابة محتملة، لأن هو بيقولك إيه اللي بتستخدمه، فأنا عايزة إجابة على إيه اللي بستخدمه. qu'est-ce que tu utilises pour traduire، طبعا ما تنفعش لأن ده سؤال، هو بيقولك بتستخدم إيه علشان تترجم. c'est mon dictionnaire، دوت الديكسيونير بتاعتي، طبعا هنا هو بيعرف الديكسيونير مش بيقول إنه بيستخدمه. وي جوتيليز ان ديكسيونير، انا بستخدم ديكسيونير، دي تاني اجابه صحيحه، اللي هو لسؤال ايه اللي بنستخدمه علشان نترجم النصوص. tu trouves une trousse en classe، tu trouves une trousse en classe، لقيت مقلمه في الفصل. tu dis، هتقول qui est، من هذا، طبعا لا، la trousse est à qui، المقلمه بتاعه مين، فطبعا دي اول اجابه صحيحه. elle est à qui، إليتا كي، دي تاني إجابة صحيحة. وخلي بالنا إن الآل هنا هوت على كلمة تروس، لأن تروس كلمة في ميناء، فهنا استخدم الآل. طبعا سيما تروس دي مش إجابة صحيحة، لأن معناها هذه مقلمتي، هذه بتكون مقلمتي. وسيكي برضو إجابة مش صحيحة، لأن معناها من هذا.
السؤال اللي بعده تي ايدنتيفي ان اوبجي، انت بتعرف شيء، بتقدم شيء، بتعرف شيء. سي لو بروف دو فرونسي تي دي، طبعا انت بتقول سي لو بروف دو فرونسي، ده مدرس الفرنسي. طبعا لا، لان دوت عاقل مش اوبجي. فوالا ان شيز، اهو كرسي، ها هو الكرسي. طبعا دي اول اجابه صحيحه. سي كوا، ما هذا؟ طبعا ما تنفعش لانه سؤال. كيسكو سي، ما تنفعش لانه سؤال. C'est un ordinateur، ده بيكون ordinateur اللي هو الكمبيوتر، ودي تاني إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده tu demandes à ton ami le CDI qu'est-ce que c'est، بتسأل صديقك ال CDI إيه هو، qu'est-ce que c'est. Il dit، هو هيقول. C'est un self-service، مطعم مدرسي، طبعا لأ. C'est un short message service، رسالة قصيرة، طبعا لأ. C'est un centre de documentation et d'information، دي أول إجابة صحيحة، وده الاختصار أصلا بتاع كلمة CDI. C'est un globe terrestre، ده كرة أرضية، أكيد لأ. C'est un lieu où les élèves surfent sur internet، ده مكان حيث الطلبة بتدخل على الإنترنت، ودي تاني إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده tu aimes faire des recherches au lycée، بتحب تعمل أبحاث في المدرسة. tu dis، بتقول. je vais au CDI، بروح ال CDI، أكيد طبعا. je vais au terrain، بروح الملعب، بالتأكيد لا. je vais au self service، بروح المطعم، بالتأكيد لا. je vais à la classe، بروح الفصل، أكيد لا. je vais à la بيبليو، بروح المكتبة، ودي تاني إجابة صحيحة. pour dessiner une carte de France، علشان نرسم خريطة لفرنسا، on dit، احنا بنقول. on a besoin d'un dictionnaire، محتاجين قاموس، اكيد لا. c'est une carte scolaire، دي خريطة مدرسية، برضو لا. on a besoin d'un atlas، تمام، دي الإجابة الأولانية الصح. علشان نرسم خريطة فرنسا هنكون محتاجين أطلس. je dessine une carte de France، أنا برسم خريطة فرنسا، برضو ملهاش علاقة. il faut avoir un atlas، لازم يكون معانا أطلس، ودي تاني إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول tu cherches des informations، tu dis. tu cherches، أنت بتبحث، des informations عن معلومات، tu dis. je regarde un film، بتفرج على فيلم، طبعا لأ. J'écoute de la musique، بسمع موسيقى، لا. je cherche sur l'ordi، دي أول إجابة صحيحة. je cherche sur l'ordi، يعني بدور على الأورديناتور، الأوردي طبعا اختصار أورديناتور اللي هو الكمبيوتر. je vais au gymnase، بروح للصالة الرياضية، أكيد لا. j'ai besoin d'internet، أنا محتاج إنترنت، دي تاني إجابة صحيحة. طبعا علشان أدور على المعلومات بنبقى محتاجين إنترنت. السؤال اللي بعده بيقول ton copain te demande، صديقك بيسألك de quoi on a besoin pour lire une histoire، محتاجين ايه عشان نقرا حكاية، نقرا قصة. tu dis، هتقول. j'achète un roman، طبعا دي اول اجابة صح، ان احنا هنشتري رواية عشان نقرا قصة لازم يبقى معانا رواية. j'ai besoin d'un DVD، محتاجين DVD، طبعا لا لان DVD مش للقراية. j'ai besoin d'un CD، CD طبعا لا لانه مش للرواية. j'ai besoin d'un roman، دي تاني إجابة صحيحة. j'ai besoin d'un globe terrestre، اللي هي الكرة الأرضية، أكيد مش من الإجابات الصحيحة. tu parles d'un dictionnaire، بتتكلم على القاموس. tu dis، هتقول. c'est un gros livre avec des définitions، كتاب كبير فيه تعريفات، دي تمام أول إجابة صحيحة. c'est un PD، PD يعني كتاب مصور، أكيد لا. c'est un livre pour les petits، كتاب للأطفال أو للصغيرين، برضو لا. c'est un livre avec des histoires، كتاب فيه حكايات، أكيد لا. c'est un livre avec des définitions، كتاب فيه تعريفات، دي تاني إجابة صحيحة. tu demandes à un ami d'identifier l'atlas، il dit، بتطلب من صديق إنه يعرف الأطلس، إيه هو الأطلس. tu demandes، أنت اللي بتسأل صديقك إنه يعرفك إيه هو الأطلس. il dit، هو هيقول. c'est un livre avec des histoires، كتاب فيه حكايات، أكيد لأ. c'est un livre avec des définitions، فيه تعريفات، أكيد لأ. un livre avec des cartes، دي أول إجابة صحيحة، طبعا كتاب خرائط، فيه خرائط، أكيد. c'est un livre scolaire، كتاب مدرسي،
لا، c'est un livre qui a les cartes de tous les pays، كتاب فيه كل خرائط الدول. دي تاني إجابة صحيحة. Tu demandes à un ami ce qu'il y a au CDI. بتسأل صديقك إيه اللي موجود في ال CDI. Il dit il y a des romans pour s'amuser. تمام، دي من الإجابات الصحيحة، إن هو في روايات للاستمتاع. Qu'est-ce qu'il y a au CDI؟ ماذا يوجد في CDI؟ طبعا لأ، لأن ده سؤال وأنا هنا عايزة الإجابة. Il y a des dictionnaires et des atlas. في قواميس وفي أطلس. تمام، دي تاني إجابة صحيحة. Oui, il y a un grand CDI dans mon lycée. ملهاش علاقة، لأن هو هنا بيقول إن في CDI كبير، إنما أنا بسأل إيه اللي موجود في CDI. Il n'y a pas de magazine. برضو مش إجابة صحيحة، لأنه بيقول إيه اللي مش موجود، إنما أنا بسأل على إيه اللي موجود. Pour écouter de la musique, on dit. عشان نسمع موسيقى، إيه اللي ممكن نقول إيه؟ On a besoin de CD. طبعاً محتاجين CD، لأن الموسيقى بتكون على CD. On a besoin d'un atlas. محتاجين أطلس. طبعاً إجابة غلط. J'aime écouter de la musique. أنا بحب أسمع الموسيقى. دي من الإجابات الصحيحة. Qu'est-ce que tu as besoin pour écouter de la musique؟ إيه اللي محتاجه علشان تسمع موسيقى؟ طبعا ده سؤال فما ينفعش. On a besoin d'un ordi. محتاجين كمبيوتر. طبعا مش من الإجابات. طب أنا ليه هنا اخترت دول؟ لأن pour écouter de la musique، علشان أسمع موسيقى، هقول يا إما هقول أنا بحب أسمع موسيقى فهروح مشغل موسيقى، أو هقول أنا محتاج سي دي. رقم 16. أنا مي تو دوموند. صديق بيسألك que fais-tu pour chercher des informations؟ إيه اللي بتعمله علشان تدور على معلومات؟ تو دي أنت بتقول، إذا أنت هتقول إجابة. Elle cherche des informations. هي بتدور على معلومات. طبعا لأ. Je surfe sur internet. بتصفح الإنترنت. دي أول إجابة صحيحة. Je vais à la Peplio. بروح المكتبة. دي تاني إجابة صحيحة. Je vais au self. بروح المطعم المدرسي. طبعا لأ. Il traduit un texte. بيترجم نص. طبعا مش إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده. أنا مي تو دوموند. صديق بيسألك تي رومان بريفيري، عن رواياتك المفضلة. تو دي أنت هتقول. جيم لو رومان فرونسي. بحب الروايات الفرنسية. دي أول إجابة صحيحة. J'adore les romans romantiques. بعشق الروايات الرومانسية. ودي تاني إجابة صحيحة. طبعا جيم لي بي دي أو بان دي سيني. بان دي سيني اللي هي الرسوم المتحركة أو سو المجلات المصورة، فدي ملهاش علاقة بالرومان. il préfère le roman. هو بيفضل. طبعا دي غلط، لأنه بيقول لك تو دي أنت بتقول، فأنت بتتكلم عن نفسك. je vais à la bibliothèque. أنا بروح المكتبة. برضو مش إجابة مناسبة. tu expliques à ton ami. بتشرح لصديقك. Qu'est-ce que tu fais au CDI؟ بتعمل ايه في CDI؟ Tu dis je vais au CDI. انا بروح CDI. طبعا ملهاش علاقة. Elle regarde un film. هي بتتفرج على فيلم. ملهاش علاقة، لان هو عايزك انت اللي تقول انت بتعمل ايه. Je joue un match. بلعب ماتش. طبعا ما بنلعبش ماتش في CDI. Je lis des romans. بقرا روايات. ودي اول اجابة صحيحة. Je regarde un film. بتفرج عن فيلم على فيلم. وده تاني اجابة. Ton ami te demande. صديقك بيسألك la définition d'une BD. تعريف ال BD. تعريف ال BD. tu dis انت بتقول. c'est une bande dessinée. دي bande dessinée. طبعا دي أول إجابة، اللي هي صورة مصورة أو كتاب يعني. C'est un livre avec des cartes. طبعا إجابة غلط، لأن livre avec des cartes كتاب فيه خرائط. C'est un livre avec des images. كتاب فيه صور، فدي تاني إجابة صحيحة. C'est un livre avec des définitions. كتاب فيه تعريفات. طبعا غلط. C'est un roman. دي رواية. برضو إجابة مش صح. أنا مي تو دوموند. صديق بيسألك quel jour tu vas au CD. إيه الأيام اللي بتروحها CDI؟ تو دي هتقول Je vais le lundi et le mercredi. ودي أول إجابة صح. أنا بروح يوم الاثنين والأربع. J'aime le CDI. طبعا ملهاش علاقة.
جولي دي بي دي، أنا بقرأ المجلات المصورة ملهاش علاقة. جو في لو جودي سولمون، بروح الخميس بس. فدي تاني إجابة صحيحة. لو سي دي إي إيجران، المركز الوسائط دوت كبير، فطبعا ملهاش علاقة لأنه بيسأل على الأيام اللي بروحها. تون أمي تو دوموند، صديقك بيسألك كيس كيليا أو سي دي إي، ماذا يوجد في السي دي إي؟ تو دي كيس كيليا دون لا كلاس، ماذا يوجد في الكلاس؟ طبعا مش إجابة. Il y a une encyclopédie et des ordinateurs. في موسوعة وي كمبيوترز، دي أول إجابة صحيحة. إن يا با داتلاس، مفيش أطلس، ما تنفعش لأن هو ما بيسألكش إيه اللي مش موجود، هو بيسألك إيه اللي موجود. جولي دي ماجازين، أنا بقرأ مجازين مجلات، طبعا ملهاش علاقة بالسؤال، هو بيسأل على إيه اللي موجود. il y a des DVD pour regarder des films، في DVDs عشان نشوف الأفلام، ودي تاني إجابة صح. Ton ami te demande، صديقك بيسألك pourquoi tu vas au CDI، ليه بتروح ال CDI؟ tu dis، انت هتقول pour jouer avec mes amis، عشان ألعب مع أصدقائي، طبعا ده مش إجابة صحيحة لأن ال CDI مش مكان للعب. pour étudier les leçons، علشان أذاكر الدروس، برضو لأ. pour traduire des textes، ودي أول إجابة صح. ليه؟ لأن في ال CDI موجود ديكسيونير، فما دام موجود ديكسيونير فأنا أقدر أعمل أترجم النصوص. pour faire de recherche، عشان أعمل أبحاث، ودي تاني إجابة صح. pour faire de la natation، عشان أعمل swimming أو سباحة، طبعا إجابة غلط. te demande à ton copain، بتسأل صديقك c'est le CD de qui، دوت السي دي بتاع مين؟ il dit اللي تموا، هو بتاعي، دي أول إجابة صح. à qui est le magazine، لمين المجلة دي؟ طبعا مش إجابة صح لأن هو already بيسأل السي دي ده بتاع مين، و أنت بتسأله السي دي ده بتاع مين وهو بيرد، فإحنا عايزين الإجابة. سي لو دي في دي دي كي، الدي في دي ده بتاع مين؟ طبعا لأ لأنه سؤال. إليتا لوي، إليتا لوي ما تنفعش، ليه؟ لأنه استخدم الال والال في حاجة في ميناء، إنما أنا هنا بسأل على السي دي، والسي دي حاجة ماسكولا. سي لو سي دي دو ما سور، دوت السي دي بتاع أختي، ودي تاني إجابة صحيحة. ton copain parle de ses affaires، صديقك بيتكلم عن أدواته. il dit c'est ton livre، دوت كتابك، طبعا لأ لأنه بيتكلم عن أدواته هو. ils sont mes cahiers، دي كراريسي، فطبعا دي أول إجابة صح. la BD est à Lia، البي دي دي أو الباند ديسيني دي بتاعت ليا، طبعا غلط لأنه بيتكلم عن أدواته. voilà mes livres، أهي كتبي، ودي تاني إجابة صحيحة. وطبعا سي لو ديكسيونير دي جان، ده القاموس بتاع جان، من الإجابات الغلط. السؤال اللي بعده أنا مي تروف تون ساك، صديق لقى شنطتك. تو دي، أنت هتقول. إلي أليو، أليو هي بتكون بتاعت ليو، طبعا غلط لأن إحنا هنا بنتكلم على تون ساك، وساك كلمة ماسكولا. سي سون ساك، دي شنطته، طبعا لأ. إلي تموا، هي بتكون ليا أو دي شنطتي يعني، فدي أول إجابة صحيحة. أكيي سو ساك، بتاعت مين الشنطة دي؟ ودي تاني إجابة صحيحة. سي لو ساك دو مارتان، دي شنطة مارتان، طبعا دي من الإجابات الغلط. طب ليه أنا هنا استخدمت السؤال دوت ما استخدمتش سي لو ساك دو مارتان؟ سي لو ساك دو مارتان ما تنفعش لأنه بيقولك إن هو أوريدي الصديق ده لقى شنطتك، فأنا لازم هرد هنا بحاجة تدل على إن دي شنطتي. طب في حالة إن الإجابات مش كلها بتقول دوت، بدور على أقرب حاجة منطقية. بالظبط أنت لما تلاقي حد ماسك تليفونك، فتروح أنت رايح تقوله إيه؟ هو ده تليفون مين؟ فده بيبقى سؤال استنكاري، سؤال قصده إن أنت تقول بيه إن دي حاجتك، فهتكون أنسب إجابة اللي هي أكيي سو ساك. السؤال اللي بعده تي دوموند اتون امي، بتسأل صديقك سون ماجازين بريفيري، عن مجلته المفضلة. ال دي، هو بيقول، اذا هو بيقول المجلات اللي بيحبها. كل ماجازين بريفير تي، ما تنفعش لانه سؤال. جي بريفير لماجازين دو مود، انا بحب او بفضل مجلات الموضة، دي اول اجابة. جيم لماجازين سبورتيف، بحب المجلات الرياضية، ودي تاني اجابة صحيحة. جو ديسين ان كارت، طبعا ما تنفعش، انا برسم خريطه. وجيم لي سي دي، بحب السي ديز، طبعا ما تنفعش. تو دوموند ا تون امي لا فونكسيون دان دي في دي، بتسال صديقك على وظيفه
الدي في دي، بيقول سي بور لير، ده للقراءة، أكيد لأ. سي بور شيرشي دي لانفورماسيون، عشان ندور على معلومات، برضو مش من الإجابات الصح. سي بور ديسيني إن كارت، علشان نرسم خريطة، برضو غلط. سي بور روغاردي دي فيلم، ودي أول إجابة صح، عشان نتفرج عليه على أفلام. أو ني إيل نوزاد أروغاردي دي فيلم، بيساعدنا في إننا نتفرج على أفلام، ودي تاني إجابة صحيحة. آخر سؤال عندنا في جزئية السيتواسيون، تونامي تنتروج. تونامي تنتروج بيستعلم، تونامي بيستعلم منك سور سو كيليا اون كلاس، اللي موجود في الكلاس. تو دي، يبقى صديقك هو اللي بيسألك اللي موجود في الكلاس، وانت بتقول ان يا بادو تي ان اي، مفيش تي ان اي اللي هي السمارت بورد او اللي هي السبورة التفاعلية، طبعا ما تنفعش لان هو ما بيسألش ايه اللي مش موجود، هو بيسأل ايه اللي موجود. اليا دو تيران دو سبور، في ملعبين رياضة، طبعا ملعبين الرياضة مش هيبقوا جوه الفصل. اليا ان جراند كور دو ريكري، في حوش كبير للفسحة، برضو ده مش هيكون جوه الفصل. اليا ان كارت دو فرانس، في خريطة لفرنسا، ودي اول اجابة صح. واليا ان اورلوج اي ان جلوب تريستر، في ساعة حائط وكرة أرضية، ودي تاني اجابة صحيحة. بكده خلصنا الجزئية الخاصة بالسيتواسيون، والفيديو اللي جاي هيكون على الجرامير. مرسي و أوروار.